بعد سلسلة الإصلاحات التي أعلنها النظام السوري، أصدر الرئيس بشار الأسد عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، ويشمل المعتقلين السياسيين بمن فيهم الإخوان المسلمون، في خطوة استيعابية لاحتواء الشارع المنتفض، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المعارضة في أنطاليا التركية. في هذه الأجواء يواصل الجيش السوري نشاطه في الداخل لقمع التظاهرات الشعبية، خصوصا في مدينة الرستن القريبة من حمص، حيث أفاد ناشطون عن عمليات تمشيط وإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة وسماع دوي انفجارات في المدينة المعزولة تماما والتي تحاصرها دبابات الجيش. هذا وأوردت الصفحة السورية على فيسبوك أنباء عن انشقاق بعض عناصر الجيش إثر اقتحامه الرستن. وفي تلبيسة أفاد شهود بسقوط عشرات الجرحى في أراض زراعية شمال المدينة، والفرق الطبية لا يمكنها نجدتهم بسبب تواصل العمليات العسكرية في المنطقة. من جهة أخرى هاجم السكان مفوضية شرطة المدينة واستولوا على أسلحة، وذلك بعد مقتل مدنيين من منطقة حمص، حيث استمرت التظاهرات وتم إحراق سيارة للشرطة احتجاجا على تجاوزات النظام. من جهتها أكدت وكالة سانا أن عسكريين قتلا وجرح 4 خلال مواجهات في الرستان. وفيما وردت معلومات عن استعداد السكان إلى اشتباكات مسلحة مع الجيش، أكد المعارضون سلمية تحركاتهم ونشروا على مواقع الإنترنت معادلة جديدة تفيد بأن استمرار التظاهرات اليومية يساوي إسقاطا حتميا للنظام. وعلى وقع الحوادث الدامية في الداخل السوري، يعقد الثلاثاء والأربعاء المؤتمر السوري للتغيير في مدينة أنطاليا التركية، ويضم معارضين سوريين بهدف بحث سبل دعم الثورة السورية وتأمين استمرارها. ويؤكد المشاركون الذين يمثلون جميع الأطياف السورية أن المعارضين باتوا على مستوى النظام من حيث الوجود وسيعملون على إسقاطه. في العراق أكد رئيس الحكومة نور المالكي بعد لقائه وزير الخارجية السورية وليد المعلم حرص بلاده على استقرار سوريا وعلى تحقيق الإصلاحات التي من شأنها المساعدة على استتباب الأمن والاستقرار. دوليا شجبت بشدة وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اللجوء إلى التعذيب داخل السجون السورية والعنف الأعمى والوحشي الذي تواصله أجهزة الأمن السورية والمستند إلى شهادات موثوقة. ووصفت باريس حمزة الخطيب بأنه بات رمزا لهؤلاء المحتجين الذين يتعرضون للتعذيب.